صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبي فهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوم نتعلم ونتعلم 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 والإبادة والاستفادة والإخادة بسبب الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير في الله وفي المرضات وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. الدرس الماضي أخذنا سنة السجود قليلا ماذا سنة السجود إن شاء الله. سنن السجود هذه السنن يقول واحد يعملها وهي واضحة، فإذا عمل هكذا سجد سمع الله لمن حمده وبعدين يقول الله قدم ركبتيه ثم يديه ويضع يديه أسفل الكتفين ويكون مضمومة ليست مفرطة ومنشورة ليست مقبولة ومتجهة للقبلة يكون أسفل هذه تمام هكذا ويكون مفرط بين جنبيه ويرفع بطنه لا ينهب لكن يرفع هكذا أنها أضواف على البطن يعني يورث الكسل ويفرط بين قدميه بمقدار شبر بين ركبتيه وبين قدميه ويرفع ساعديه ويكشف كل يديه ورجليه ويستر كل ركبتيه يفتح بصره ويسجد على جميع الجبهة على جميع الأصابع على جميع اليدين تمام؟ هذه كلها سنن مجموعها كم هذه السنن؟ كم هذا مجموعها؟ 43 سنة ما شاء الله. طيب يأتي الدعاء أيوه دعاء كل الإنسان ثم الجلوس بين السجدتين الافتراش أي جسم مفترش عن الكعب إلا إذا كان تؤلمه في جلستين سنة. الجلسة الأولى هذه الإقعاء المسنون هكذا أمر مثل الآن هكذا الإقعاء المسنون أمر هكذا يجلس على الكعبين هكذا هذا سنة هذه جلسة مسنونة يسمونها الإقعاء المسنون عندنا اثنين إقعاء مكروه وإقعاء هذا قاع رسول وضع على رسول الله وحط عليه مثلا الكفة لذلك انت تنوع مرة تعمل هذا اي شيء وضع على رسول الله اعمله مرة وحتى مرة مرتين الافضل الافتراش لكن بعض المرات هكذا خصوصا اذا كان واحد تؤلمه قدمه عنده عضل عنده شد عضل عنده عصب ما يستطيع انه يوضع على كعب رجليه الافتراش افضل هكذا وهذا تكون هكذا لو عمل هكذا نامت قدمه لا بأس لكن خذته سنة فكون انه يجعلها هكذا الافضل يتعود الانسان لان بعدين مع الكبر مع الكبار اذا ما يتعود يكون صعب من البداية انت شباب تستطيع ان تتعود فاذا كبرت تجد ان الافتراش والتورم كل هذه السنة لان تعودتها من البداية هذه على الفخذين قريبة من الركبتين مستقبلة القبلة ويقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارعاني واهدني واعطني واعف عني او يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاثة طيب ثم يقرا التشهد التشهد وضع الكتفين على اليدين ثم تكون قريبين واحدة مبسوطة لا مقبوضة ومضمومة لا مفرقة ومتجهة للقبلة ومحالة بالرؤوس طرف الركبة وهذه كذلك ولكنها مقبوضة إلا المهللة ولك كيفيتين إما المهللة فوق الإبهام أو بجانبه الإبهام يكون إما بجانب المهللة أو بجانبها هكذا أو هكذا وتنظر إلى موضع السجود فإذا إلا الله ترفع وتنظر إلينا تستمع في الدعاء إلى أن تسلم الرفع مرة واحدة بلا تحريك ويستمر النظر إليها إلى السلام ويأتي بالتحيات بخمس كلمات زيادة لكي يكون أفضل التحيات هي مباركات الصلوات الطيبات وألف واللام في السلام عليكم وألف واللام في السلام الثالث أيوة
في روايات ويأتي يصلي على الصلاة بالصلاة الإبراهيمية والأفضل يذكر الآل والذرية والأزواج ثم يقرأ الدعاء كما قلنا شرط هذا الدعاء انظروا هذه مسألة مهمة تخفى على كثير من طلبة العلم لا يطول هذا الدعاء زيادة على التشهد والصلاة على النبي كما قلنا التشهد والصلاة على النبي تقريبا 30 ثانية هذا الدعاء يدعو بس لا يزيد على 30 ثانية في عدة أدعية 1، 2، 3 هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أبو بكر أعز أصحابه شخص يعني تخيل أعز صاحبك تعطيه شيء أكيد سيكون شيء غالي فرسول الله أعطاه سيدنا أبو بكر يعني إذا هذا الدعاء عظيم ايوه ارفع والسلام السلام هكذا الخلاصه هكذا المستقبل بدات السلام عليكم ابدا السلام عليكم ورحمه الله التفت وكان التفاتي الى ان اخذني من الخلف تمام والتفت من عند اليمين من عليكم وعندما التفت نويت الخروج من الصلاه وان كان امامي على يميني نويت السلام عليه ونويت السلام على مؤمني الانس والجن تمام وجعلته مدرجا بدون تمطيط ولا مد السلام عليكم ورحمه الله اجعل السلام عليكم ورحمه الله يوم تحرك الاصابع كيف فقط تمام يفصل بين التسليمتين بقدر سبحان الله ايوه التسليمة الثانية كلها سنة زيادة وبركاته بعض العلماء استحبها ونحن الحبائب يزيدوها بركاته فقط في صلاة الجنازة ويزيدونها سرا يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاتكم أقل لأجل الناس العوام لا يظنون أن هذه في بقية الصلوات إنما هي فقط في صلاة الجنازة طيب يسمى جلسة الاستراحة بعد كل ركعة سيقوم بعدها معنى ذلك أن تصلي بعد ركعة الأولى والثالثة لا يطولها زيادة على جلسة الجلوس بين السجدتين عندك تهجد بالتعليق انظروا فلا تسن بعد القيام من سجدة التلاوة بعضكم سأل لا تسن بعد القيام من سجدة التلاوة أيوة لأنه هو سيقوم ليس من ركعة ولكن قام من سجدة نحن نقول يقوم من ركعة يقوم من عمل ركعة كاملة تمام لا يطولها اذا طولها زياده على جلسه الجلوس بين السجدتين بطلت صلاته عندك التعليق ليش قلت قال لا فان اطالها زياده على قدر اقل التشهد على قدر على قدر الجلوس بين السجدتين ما هو البطل صلاته عند ابن الرب يقول لا طيب يسمى مد التكبير في ابتداء رفعه من السجود او من التشهد الى القيام التشهد الاول هذا كله سنه هل يسن فيما تقدم في التشهد الاخير الا الصلاه على الال والتورك، الصلاه على الال هل تسن ولا لا فيها خلاف؟ لم نستطع ان نقول ويسن فيما تقدم في التشهد الاخير حتى الصلاه على الال، لابد ان الانسان يكون موصف، في خلاف. فيها خلاف، اختير القول بسنتها يعني الصلاه على الال لصحه الحديث، ايوه. ولانه ولعدم وجود التطويل لو اتى بها فيقول اللهم صل على سيدنا محمد كلمة وعلم ليس طويلة ولا يسمى التورك ولا يسمى الدعاء بعد التشهد لماذا لأنه التشهد يوم في مع التأخير يعتمد بيديه عندما يقوم إنما هكذا ساجد سيقوم الله الآن اعتمدت على يديه الذي لا يعتمد سيعمل هكذا الاعتماد على يديه تمام بعضهم لا يقوم معي يقول ماذا كبرنا الآن أحسن يكون مثلا العلماء قالوا سواء كان شيخا أو شيخا فالتسبيح من الرجل والتصفيق من المرأة إذا نابهما شيء الخشوع في كل الصلاة
يخشع في كل صاهر لفظا وكل ما ايه وكل ما قام عنه عاده حتى يتعود. يقول بعضهم اذا لم يستطع ان يخشع في كل صاهر فيخشع في ثلاث مواضع يركز عليها، في قوله وجهت وجهي ايوه، والثاني اياك نعبد، والثالث السلام عليك ايها النبي. الإمام الغزالي يقول حافظ على صلاتكم بإسباغ الوضوء، الثالث من الأدعية التكلف أسبغ الوضوء، وقال طالب العلم كل وضوء في كل مصبغ، يعني دائما يحجب دائما يطيل الغراء دائما يتمرمض يستنشق، الغالب هذه السنة الأساسية هي يلا تقوم إسباغا للوضوء، تعبد نفسك دائما ما تتوضا إلا بالسنة سهلة كل دقيقتين، مع الوقت يكون أقل من دقيقتين مع التعود. تمام، والآن الحمد لله مباشرة ما موجود، كان من أول تعب، كان من أول الغرف لكن أنا ما أخش على طول. أنت دائما عود نفسك أنك أنت تتوضأ بالسنة، تتوضأ بالسنة، بصراحة الحياة تتغير، تحس أن الحياة لها طعم، أي عمل تعمله بعلم طعم له لذة. الاكثار من الهدية، تحاول تكثر من الهدية، انت من الليلة تأتي بورقة تكتب دعاء الاستفتاح، ما هو دعاء الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين الدعاء مع التشهد، هذه هي حاول ان تحفظها خلاص، كل ما صليت تأتي بدعاء الاستفتاح، تأتي بأدعية نبوية، نحن هنا نتكلم عن أدعية نبوية، في أدعية أخرى في الحقيقة لكن أهمها حتى الأدعية النبوية في غيرها ورد، لكن هذا يعني أكثر شيء ذكره الإمام النووي في الأذكار ويذكره العلماء في الشافعية. طيب وقفنا هنا، هذه السنن سنأخذ بقية السنة ثم نقولها لأجل الآن تقريبا بقي يعني أيام قليلة، نريد أن نمشي في الأشياء التي هي سهلة نمر عليها، الأشياء التي صعبة نشرحها إن شاء الله. التزين والتجمل فيها، لماذا؟ لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما معنى كل مسجد؟ قال بعضهم يعني المسجد المكان، لا المسجد المكان الذي ستسجد فيه، يعني معنى أي مكان أنت ستذهب ستصلي يسلك أن تأخذ الزينة، أخذك للزينة هذا يدل على تعظيمك الشيء الذي أنت ستباشره. تمام، أفرض أنت معزوم لزواج صديقك وضعت ملابس عادية ملابس البيت حتى هو سيستنكر، لماذا لم تلبس لباس أنيق؟ أنت ستذهب إلى ستقف بين يدي الله، الأفضل أنك تتجمل وتتنظف، مثلا ستصلي بثوب يعني يكون وسخان كله مثلا قطرات شاهي أو غبار أو كذا. تمام، اللباس اللي تلبسه فوق رأسك يكون نظيف، يعني شيء مقبول، ليس شيء مثلا تالف او انه مستهجن. تمام، وهذه كلها وردت فيها احاديث، بعض الاحاديث ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم عملها بدون اجر، لم يرد فيها اجر معين، بعضها ورد فيها اجر. تمام، اذا التزيين والتجمل في الصلاه بامور، اولا لبس العمامه، هذه العمامه سنه، كم عدد أحاديث العمامة؟ أكثر من 40 حديث، الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 25 حديث. تمام؟ تمام؟ يعني واضح؟ لبس العمامة هذا لبس الملائكة في الآية القرآنية في سورة الأنفال، مسومين، ما معنى مسومين؟ يعني لابسين العمامة. طيب لبس الرداء، الرداء هذا الرداء سنة لا تلبسه، هذا فيه نوع من التجمل، نوع من التقبيل. تمام، وهذا الرداء مفيد جدا. تمام، تستطيع أولا تصنع تجعله رداء للزينة، إذا ما في إزار، ما عندك إزار تستطيع أن تجعله إيه؟ إزار، ما في صابون تستطيع ان تجعله وزاره، ليس كذلك العمامه الرداء، تستطيع ان تجعلها عمامه لو كان مثلا ابيض او، تستطيع ان تجعلها عمامه. طيب
لو كنت بردان تستطيع ان تكون مقابل بردان في هذا. يبطل الانسان تمام؟ لو اردت ان تصلي ولم تجد سجاده تستطيع ان تجعل سجاده. الله اكبر. لو اردت ان تنام ولم تجد بطانيه وبردان تستطيع ان تغطي نفسك. صح؟ لو اردت ان تنقذ احد غريق ولا يوجد حبل تستطيع ان تمسك. فهذه الرداء فيه فوائد كثيره، فلذلك كانوا من اول ما يمشون الا معهم رداء. هذا يستفيدون منه اشياء كثيره، لطاء للشمس، اي شيء، اي لو اراد ان يجلس في مكان حار. هذا الرداء يعني كان يعني دائما العرب ما يتركوه. تمام؟ يعني فلذلك هذا لبس الرداء، ويوم يعني اولى لبس الرداء ام لبس العمامه؟ قالوا الرداء أو والرداء هذا له كيفيات في لبسها. الوقت لكن تمام؟ إما تجعله على اليمين أو تجعله على اليسار. وكان سيدنا علي بن طالب يعمل هكذا. هذا الطباع هكذا تمام؟ وبعضهم ولكن سمعنا أنه يعني يقال أنه مكروه هكذا. أن يعمل هكذا يعني ليس كأنه سيأتي أن من بين المكروهات أن تصلي هكذا. الرداء يعني تشبه الرداء من الجهتين. على العموم أنه إيه الرداء سنة. إذا الإنسان أخذ لبس الرداء أو حتى في يوم الجمعة يعلم أنه سنة، يعني عليه أن ينوي أن هي السنة. طيب لبس الجبة، هذا الجبة يعني ماذا تسمونه الآن؟ جاكيت كبير، ايش يسمونه؟ قباء ولا ايش يسمونه؟ هذا الجبة ها؟ هذا يكون الثوب ولا؟ هذا تقصد لبس الخاتم، الخاتم نوع من الزينة. نوع من الزينة. لبس الخاتم سيأتي تفصيل في باب اللباس، في أي يد وما هو شرط وكذا. لبس الطيلسان، الطيلسان هذا يشبه الرداء ولكن هذا فوق الرأس فقط، فوق الرأس، والغالب يكون لونه أبيض. هذا ويكون قصير ليس مثل هذا. هذا من يلبس سنة الذي يليق به، مثلا قالوا خطيب الجمعة فوق الرداء يلبس تمام طيلسان أو مثلا يكون العريس الذي يليق به أو شخص مثلا في مناسبة يحتفل به الذي يليق به يلبس طيلسان. يقول الإنسان بطي لسانه لا بطي لسانه. الإنسان بطي لسانه يعني لسانه ولا تتكلم لا بطي لسانه لا باللباس. الإنسان بطي لسانه لا بطي لسانه. الأولى طي لسانه مفصولة، الثانية طي لسانه. طيب كيف اذا ما شاء الله هذا الذي اذا راينا مثلا بعض الكثير من العلماء يعني ما شاء الله يلبسون السنه مثلا هؤلاء في الازهر والغالب انهم يعني يلبسون الجبه والعمامه والرداء يلبسون ويلبسون الرداء كذلك في مطر الوقت اليمن في سوريا في الشام لكن يختلفون العمامه تختلف بعضهم هل في عدبه هذه العدبه هذه هل تسن ام لا تسن هل ما هو طولها؟ سنة في ورد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدمه وبعضهم كان ليس بعدمه. السلف الصالح الكريم لا يلبسون العدمه يعني لا يعملونها وان كان بعضهم يعملها. التطيب سنه الرائحه الملائكه دائما تقصد الاماكن الرائحه الطيبه لذلك اذا في مجلس مثلا مجلس خير مجلس صلاه على النبي مجلس ذكر سيره نبويه مولد القرآن عليكم في بخور ليه؟ لأن الملائكة تحضر تبخير لأجل الملائكة الحاضرين إكراما لهم لأن الملائكة تتبعون الروائح الطيبة وكذلك العكس روائح كريهة تبتعد الملائكة لذلك يكره أنك تعبد الله عند الروائح الكريهة تدعو الله تمام في الحمام ليه؟ لأن روائح كريهة الملائكة لا تحضر إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
إذا أنت طيب، أيوه. يقولون لو إنسان أنفق ربع ماله في الطيب لم يكن مسرفا. أيوه طيب. هكذا هنا بعض شيخنا منهم شيخنا الهيثم الهندار نصلي معه بعض المرات، يجلس يذكر الله يذكر الله، المقيم يقيم فيقوم. توفي عام 1418 فيقوم. على مباشرة يؤتى بالجبة يلبس العمامة الطيب، كل هذا استعداد لماذا؟ للصلاة. لا يصلي إلا وجبة وعمامة وشال ومتطيب. أنت أعلم هذه السنن وأعمل بها في الوقت المناسب. قد يكون وقت مناسب بعدين، مثلا في بيتك أنت خلاص يعني إيش تستطيع أن تعمل هذه الأمور في مكان مناسب لا يمكن لبس هذه الأشياء أو لا يستغرب. تمام؟ أنت أعلم أنك ستعمل بها إن شاء الله كل هذه السنن. تمام؟ إن شاء الله كله يعني كل أفعالك تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعدين سنة أن أصلي إلى سترة، إذا أردت أن أصلي فلا أصلي هكذا، لا أقصد سترة. ما معنى سترة؟ لابد بيني وبين القبلة شيء. تمام؟ وهذا الشيء لا يبعد عني كثيرا. فمثلا أنا سأصلي هنا أنظر الله لا اعمل بالسنة، ائت بسترة، إما تأتي بالكرسي أو أنت بنفسك تقرب إلى عند الجدار أو عند الدائرة. تمام؟ أيوة. أصلي إلى سترة، لا أجعل بيني وبين القبلة فراغ زيادة على ثلاثة أذرع. هذه السنة أن أصلي إلى إيه؟ إلى سترة، أصلي إلى سترة. أول مراتب السترة، مسألة سترة المصلي، مراتب السترة أو شيء، أولا شاخص أو جدار أو سارية. شاخص مثل هذا، مثل هذا شاخص شيء يعني، أو جدار هذا أو سارية هذا، هذا يسمونه سارية، هذا الركن هذا العمود يسمونه العلماء سارية. طيب لا ينقص ارتفاع ذلك عن ثلثي ذراع كما أخذنا ثلثي ذراع. هذا الذراع انظروا من هنا إلى هنا قسمه ثلاثا، إذا لا ينقص عن هذا من هنا إلى هنا ثلث ذراع، يعني تقريبا كم كنا 30 سنتي أو 33 سنتي. واضح؟ شخص سيجعل هذا سترة، هل يصح؟ هذه الطاولة هذا سيجعل مثلا، سيجعل مثلا هذا سترة. الله ما يصح، لأنه لا ينقص عن ثلثي ذراع. سيجعل هذا سترة، نحسب هل هذه أقل، هل هي ثلثي ذراع؟ إذا كان أقل من ثلثي ذراع ما يصح، لا ثلثي، لا ثلثي ذراع فأكثر، لا ينقص عن ثلثي ذراع تقريبا 33 سنتي قلنا صح؟ أو أيوه، لا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. ما يكون بعيد عنك، ما يصح أن من هنا سأصلي وأجعل هذه السارية بعيدة، نويت أنها سترة، ما يصح. نويت أنها سترة، لا بد أن تقرب. لماذا؟ لأن خلاص هذا يكون كأنه حقك، من أراد أن يمر فيمر من خلف السترة. لكن لو أنت بعيد بينك وبينها أربعة أذرع وليس إيه؟ يحب كل الناس أن يمرون، أنا صليت هنا بعيد، يحب أن أي واحد يمر. متى يكون حقك هذا المكان؟ إذا أنت قربت، لابد لا يزيد عن ماذا؟ ثلاثة أذرع. ثلاثة أذرع يعني كم ها؟ تقريبا كم؟ 150 سنتي. الذراع تقريبا 50 سنتي. تقريبا هذا كله تقريبا. إذا هذا وهذه هذه السترة المعتبرة شيء حطه أمامك. هذه سنة لا يجب، سنة إيه؟ لا يجب. إذا أنت ما وجدت لا جدار ولا سارية ولا شاخص ولا أي شيء، انتقل انصب عصا نصب. ما معنى نصب هكذا؟ كان من أول الأرض ترابية، نعمل هكذا وتقف عليه. الله ما يصح هكذا، هذا ليس نصب، هذا يقوم مقام الخط. فهمت؟ إذا أن ينصب عصا
اللي بعده يفرش سجادة. هذه سجادة. هذه سجادة. هذه سجادة. خلاص طرفها يكون ايه؟ سجادة. من أراد أن يمر فليقوم هكذا. متى أنتقل للسجادة؟ إذا ما عندي عصا وما في جدار أو سارية، فهمت؟ لكن لو أنا هنا في هذا المكان الله نويت من هذه السترة يجوب؟ لا، ما هذا لا يعتد بهذه السترة إذا كان في سارية وفي جدار وفي شاخص. متى نقول يكون السجادة؟ إذا فقدت له الشاخص والجدار والسارية وفقدت له العصا، ننتقل إلى السجادة، فهمتم؟ أيوة. أن يخط خطان، أن يخط إيه؟ خط. ما هو الخط؟ ها بعضهم يقول هكذا وهو ما تمتلك، يعني كانت تمنع الناس انهم يمرون. بعضهم يقول هكذا خط هكذا واضح. شوف انزل تحت بالتعليق شوف كيف طول اللا طول انظر طول اللا اها اذا هكذا ليس كما يظن الباب انظر هذا خط أو وضع أي شيء خط يطول مقابل خط مثلا هذا العصر تمام أو أي حبل خلاص. لماذا هذا يعني معناه خلاص ما حد يمر على الخط، أراد أن يمر يمر من بعده. هذا تسمى ستر تمام. لماذا؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يمر أمام المصلي يعني لو كشف له لو علم ما هو العقاب لوقف أربعين. قال الراوي لا أدري هذا هي أربعين سنة أو أربعين يوم. لو الإنسان داري إيش العذاب اللي عليه لو مر أمام المصلي لوقف كم؟ أربعين. قال الراوي لا أدري أربعين سنة ولا أربعين يوم. حتى لو أربعين يوم حتى لو أربعين ساعة كثيرة. إذا وعيد شديد فالإنسان ينتبه. إذا وجدت أحد يصلي لا تمر. إذا كان في مكان يعني شخص يصلي هنا خلاص يعني خرج من هنا. أنا في المسجد أريد أن أخرج أريد أن أروح شخص يصلي أمامي خلاص أنا من الخلف. إلا إذا هو مقصر صلى أمام الباب الناس سيخرجون فهو مقصر لأنه صلى عند الباب كما سيأتي. انظر الأفضل في السترة تكون عن يمين أو عن شمال. أنا سأجعل هذه سترة الأفضل لا أجعلها أمامي. كيف الفكر؟ إما عن يمين أو يسار. إذا كانت هي تتحرك أحركها. انظرها إذا هي ليست بالضبط أمامي هكذا السنة. إما عن اليمين أو اليسار. لذلك السارية لنفرض أن هذه سارية فلا أكون خلفها بالضبط لا قليلا يمين قليلا يسار. هذه نفرض أن هذه أنا نويت أن هذه سترة خلاص أجعلها هكذا كيف؟ قليلا على اليمين قليل على اليسار ليس أمامه بالضبط وجعلت أمامي سنة. السترة سنة لكن هذه سنة أخرى فهمتم؟ طيب أن تكون إذا كانت السترة معتبرة فيحرم المرور. أنت سترتك صحيحة السترة حقي صحيحة أنا نويت أن هذا يكون سترة الله ما حكم المرور الآن يحرم. السترة غير صحيحة يجوز المرور. إذا قلنا يحرم المرور هل يجب علي أن أدفع المصلي؟ أحسن أنك تدفعه يجب أن يأخذ إذن. أنا الآن هذه سترة صلي شخص سيمر من هنا سنة أن يدفع عمل هكذا بس تمام ولا يجب علي. لماذا؟ لأن أنا مشغول بالصلاة. أنا مشغول بماذا؟ بالصلاة فهمتم؟ مرة أخرى هذه سترة هذا جدار صليت الله ما حكم المرور؟ حرام يحرم علي لأنه سيأخذ إذن. هل يجب علي أن يدفع؟ لا سنة أن يدفع. لماذا؟ لأجل لا يكون لأن هو لا يأخذ ولأجل لا يكون أحد يمر أمامه. طب هل يقطع صلاتي؟ لا عند الشافعية ما يقطع الصلاة. عند الحنابلة إذا مر كلب أو امرأة فإنه يقطع له الصلاة. عند الشافعية لا ما يقطع صلاة لو مر ألف واحد تمام. طيب هذا بالنسبة لإيه؟ هذا بالنسبة لماذا؟ انظر إذا كانت السترة معتبرة ما معنى معتبرة؟ صحيحة
فيحرم ويندم للمصلي دفع المار. فهمت؟ ايوه. اللي بعد إذا إيه؟ لا ما شو أنتم؟ إذا لم تكن السترة معتبرة ما هو الحكم؟ فيكره المرور ولا يجوز لك دفع المال. لماذا لا تدفع هذا الأرض؟ المسجد ليس ملكك. أنا سأصلي هنا. الله بعيد السترة. الناس سيمرون. من لا يجوز لك لماذا تدفع؟ هو حر سيمر. سيمر أمامي يمرهم أنت لسه عندك سترة صحيحة. اجعل سترتك سترة صحيحة معتبرة. ثم بعد ذلك امنع عندك. تمام؟ وهذا شيء يشغلك في الحقيقه على الخشوع، انت تهتم بالخشوع. خلاص اذا كانت سترة صحيحه، كان سترة غير صحيحه مثلا امس صلينا في مسجد السيده زينب، يعني اذا انت صليت سترة خلاص صليت بعيد. الناس سيمرون بعد الصلاه خصوصا وانت ليس امامك احد وليس معهم. لا تنشغل بهم. اهتم بليه؟ بالصلاه. اهتم بليه؟ بالصلاه. وما هو الحكم لو انا يسن لي ان ادفعه؟ قال العلماء لو دفعه فمات فدمه هذا ليس عليه. واضح؟ واحد سيموت انا منعته فمات، هل علي شيء؟ لا. هذه مسائل اذكرها كثير من المسائل. لا اضمن انه هو كان سيعمل محرم انا منعته. طيب لا يعتد بمرتبة مع وجود اللتي ما يصح عن سؤالا هنا كمبطل مسافر السجادة واجعلها سترة، هل يصح انها سترة؟ لا، لان في ايه؟ جدار في شخص. لا يعتد بمرتبة مع وجود ايه؟ قبلها. هل ممكن ان السترة يكون شخص؟ يصح. على ظهره، ظهره انا ساصلي خلفه، هو مستقبل القبلة هو في الصف الاول وانا ساصلي خلفه ونايف ان ظهره يكون سترة، يصح. طيب اذا صلينا جماعة كيف؟ هل السترة كل صف سترته الصف التي خلفه؟ انظر، كل صف سترته الصف الذي امامه. الامام الشافعي الصف الاول سترته سترة من؟ شو انا فين اصلي امامي صف؟ يجوز احد يمر، يجوز اني امر. طب انت لم تضع شخص، ايوه لكن في صف امامي، الصف هذا ستره لي، الصف وانا صف ستره للذي خلفي، وهكذا. ما يجوز المرور. ما يجوز المرور، ما يجوز المرور. ما في اي حاله الا انظر. يجوز المرور مع وجود الستره في اربع حالات. اربع حالات يجوز ان تمر، حتى لو هو وضع ستره، حتى لو لو صلى عند ساريه. أو وضع شخص، ما هي؟ إذا كان في حرم مكة، صلى في مكة، في محل إيه؟ طواف، شيء طبيعي. انظر هذا الكعبة، بيت العتيق، الناس ماذا يعملون؟ ماذا يعملون؟ يطوفون. واحد بيصلي هنا، الناس يمرون من أمامه، حتى لو وضع سترة، يجوز المرور. لأن هذا محل إيه؟ إذا حرم مكة في محل الطواف، هذا معتمد، ليس في حرم مكة كله، ليس في كل المسجد، ولكن فيه محل الطواف، هذا هو المعتمد. انظر، الحالة الثانية إذا قصر المصلي بأن صلى في الطريق، صلى في الطريق، صلى عند الباب. نفرض هذا باب المسجد. أنا جئت متأخر، هذا باب المسجد، الناس يخرجون. فجئت الله الناس يدخلون ويخرجون. الإمام سلم وأنا قمت بقي لي ركعة ركعتين، هل أمنع الناس من الخروج؟ لا يجوز. ألا ينتظرون؟ لا لا، أنت مقصر، أنت صلي عند الباب، صلي في مكان، وأنت ستعلم أن بعد السلام الناس سيخرجون. لكن لو أنك أنت صليت في مكان ليس أمام الباب، فهذا أنت يعني إيش يحق لك أنك تمنع الناس؟ إذا قصر المصلي بأن صلى في الطريق أو صلى عند مخرج المسجد، الناس سيخرجون، كيف تحبسهم من الخروج؟ إذا وجد المصلي فرجة، أنا أصلي هنا، انتبه، هذا صف وهذا صف، بعدين في واحد هنا خرج من الصلاة أو أنه فتحت فرجة، أنا أنظر
شوكب أنا سأؤمر أمام أمام الذي بجانبي. أنا ما مررت أمامه مع أنه هو عنده سترة، يجوز لأنني أنا سأسد له الفرجة. أمشي من هنا إلى هنا ولا تكون ثلاث حركات متوالية، أمشي خطوة وأوقف، وعلى الأقل أمشي خطوة أخرى وأوقف. تمام؟ أيوه. إذا كان مضطرا بأن كان يريد قضاء الحاجة أثناء الصلاة، نعم أثناء الصلاة خرجت من وين؟ خرجت منه، أراد أن يدخل الحمام، يتبول ويتبول، أو ألم في بطنه يريد أن فسيخرج، خلاص يجوز. ولو انتقض وضوءه من الحاجة، ليس قالوا من الحاجة، إلا إذا كان صلاة الجمعة، لأجل يدرك صلاة الجمعة، تمام؟ عندنا مشكلة. في قول، ارجع قليلا، في قول أن هذا الوضوء إذا معتمد أنه حرام، أيوه، ارجع قليلا. انظر نقل الامام النووي في مجموعه قولا عن الامام غزالي انه يكره المرور، جزاه الله خير. مشكله الناس كلهم يمرون الان، اذا صليت خصوصا في المساجد الكبيره كل الناس يمرون، ما في احد ينتظر الا قليل، ما في قول يحملهم. انظر الامام الغزالي عن الامام الغزالي انه عن الامام الغزالي في كتبه يقول يحرم المرور، كتب الإمام الغزالي يحرم كل المعتمد أنه يحرم، لكن هذا فيه قول الإمام الغزالي يعني ذكره أنه يكره المرور ولا يحرم، وفي هذا ساعة لكثير فيه الفسحة. فيه قول أنه يكره، فأنت إذا مررت واحتجت إلى مرور قلد هذا القول، تمام؟ طيب انتهينا من سنن الصلاة، ما شاء الله. في أحد منكم عد السنن؟ في أحد عدها؟ عدتها؟ كتبتها؟ كم بلغ؟ 100 سنة كلها؟ 200 أكثر. كل السنن؟ كيف 200 أكثر؟ لا أنا أقصد كيف نحن نعدها؟ نحن نريد أن نخرج من الصلاة، نحن عملنا هذه السنة. والسنة التي تتكرر خلاص عندنا، لأن عدت أنت كلما كررتها كلما أخذت أجر. مثلا رفع اليدين الله أكبر، ثم رسلنا في يدينا في صلاة العشاء أربع مرات، احسب كم واحد من هذا الأمر في صلاة العشاء أربع مرات عند الركوع عند الاعتدال، السجدة كم عدد سننها كذا كذا كذا. في كتاب اسمه الرسالة الوهبية في سنن الصلاة عليه الرسالة عليه الوهبية، هذا لمن؟ للإمام الماوردي. ها ذكر أن عدد سنن الصلاة كم؟ 666 سنة، 666 سنة طبع على كده، تمام؟ هذا كان كثير، كان الشيخ الكتاني الإمام الكتاني كان يستغرب إذا قال العلماء أن سنن الصلاة، إذا سمع من الفقهاء أن سنن الصلاة فأخذ سهر عليها، هل فعلا تبلغ ألف؟ فوجدها أنها تبلغ ألف. يروى عن بعض الحبايب حبيب يحفظ بن حسن عطاس ذهب، يعني كان هو يتباحث وهو طلابه، فخلاص نووا أن يعدوا السنن، فعدوا السنن، وعندما ذهبوا من مكان لمكان وهم في الطريق فلم يصلوا إلى مكان إلا وقد حسبوها أكثر من ألف، أكثر من إيه؟ من ألف سنة. تمام؟ الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس هذا عندما جاء، الذي قبره بجانب السيدة زينب، عندما جاء إلى هنا وجلس مع علماء القس وتنازعوا، وهو ليس تنازعوا، قال يعني رأوا جاء وقت إقامة الصلاة، فمن هو الذي يتقدم؟ فذكر لهم السنة، فكان هو أكثر واحد، يعني قال من يتقدم؟ الذي يذكر سنن الصلاة، الذي يذكر لنا أكثر سنن الصلاة فهو يستحق أن يكون إماما. فذكر لهم قريب ألف سنة أو زيادة. فهذه ليه السنة؟ يعني كان يبغاكم تعدوها، واحد عندها
أكثر صلاة نحن صلاة خمس، كم مرة نصلي أربع ركعات؟ ثلاث. إذا هذه الصلاة التي نحن نصليها أربع ركعات، هل نخرج بألف سنة أم لا؟ وواحد عنده يعطيني إياها في ورقة تكتب. تمام؟ فيما عملنا في أندلسيا في كل مكان. كل واحد منكم يعدها كما قلنا بس يكتب. هذا عند الركوع ثلاثة أسوء، عند الاعتدال ثلاثة، عند السجود بس كلمتين، كلمة والرقم، كلمة والرقم، كلمة والرقم. تمام؟ احرص أنا أريد أن تخرج من هذه الدورة وأنت ما شاء الله تستطيع أن تعمل هذه السنة. إنجازه كبير. فهمت؟ ناس أعمارهم 30 سنة 40 سنة في طلب العلم تقول له كم عدد السنة ما يستطيع. قل له هل تستطيع أن تعمل هذه السنة في صلاة واحدة؟ يقول لك لا. أنت اجتهد من البداية في كل شيء. طيب ناخذ السنة التي بعد الانتهاء من الصلاة وأكثرها أذكار. أولا الاستغفار ثلاثة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لماذا تستغفر الله؟ تقول لأنك أنت كنت في عبرة الله ولم تكن خاشيا فكانت تستغفر الله سبحانه. تمام؟ تستغفر الله على عدم الخشوع وعلى عدم الأدب في الصلاة. مسح جبهته ووجهه. أيوه هكذا. مسح. استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد تمسح جبهتك اليوم. وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن. هذا ذكره الإمام النووي في كتاب الأذكار. طيب تقول هذا الدعاء المشهور، اللهم أنت السلام ومنك السلام حين ربنا بسلامك نذرك دار السلام تباركت عليك يا ذا الجلال والإكرام. شوف هذا يعني في بعض المرات ما في مثلا في الرواية ما في حين ربنا بالسلام. بعضها موجودة في رواية أخرى، بعضها موجودة في رواية الدخول إلى عند رؤية الكعبة. حاصل جمع الصالحين يعني إيش؟ جمعوا هذه كله يكون شامل لكل الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد بعض الكلمات. طيب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ ها؟ أبو الأب ما اسمه؟ ما ينفرد الجد من الجد، هل معنى هكذا؟ ما معنى الجد؟ الغنى، يعني لا ينفع صاحب الغنى منك غنى. هل اللي عنده فلوس كثير خلاص يكون مقرب عند الله؟ لا، قال هذا. لا يبقى بالفلوس، لا يبقى بالدنيا. لا ينفع ذا الجد منك الجد. ما الذي ينفع؟ التقوى، الإقبال على الله، الصلاة، الأعمال الصالحة، بعد ذلك تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من الأدعية الجامعة. يقول لك هذا أدعية جامعة. هذا الدعاء الأول، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء الثاني تقول اللهم إني أسألك الخير ما سألته من عبدك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ شر ما سألته من عبدك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاء الثالث تقول اللهم أسألك الجنة وما قرب إليه من قول عمل غير شيء، وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول عمل يمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما شاء الله، الذكر والشكر وحسن العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فقل دور كل صلاة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آية الكرسي سنة. آية الكرسي عندما تقرأها لها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى: لو مات الإنسان يكون شهيد. خلاص ما شاء الله، أضمن أجر الشيء تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة. يكون شهيد ولا يدخل الجنة؟ أظن لا يدخل الجنة. ليس بينه وبين أن ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. الدخول إلى الجنة مباشرة يعني. لم يقل النبي ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت ويحاسب ولا خلاص. أولا دخول الجنة. ثانيا انك انت اذا قراتها تكون محفوظ من هذه الصلاه الى الصلاه الاخرى. تمام؟ هذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في كتاب ربيع الاسرار. وكذلك انه آية الكرسي تكون حصن لك، لك ولأهل بيتك وللجيران. سبحان الله، انظر حديث عن رسول الله ان الذي يقرأ آية الكرسي، واحد من الصحابة يشتكي أصوات وكذا والجن وغيره ويخاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأت آية الكرسي يكون حسن لك وللجيران. يا الله، انظر
أنت هنا، أنت هذا بيوت وهذا بيتكم وأنت هذا الغرفة أنت تنام فيها، تطلع على الكرسي وش حصل؟ تقول البيوت التي بجانبك. يا الله سبق آية واحدة تطرد الجن والأرواح الشريرة. يعني الكرسي هذا دائما لا تتهاون فيها أبدا. والإمام حداد دعاء اسمه دعاء آية الكرسي، إذا الإنسان قرأ من آية الكرسي أكثر مرة بعدين يكون هذا الدعاء. إذا آية الكرسي ها؟ آية الكرسي يعني من كنز أسفل العرش. طيب التسبيحات هذه سنة. التسبيحات هذه سنة. شوفوا انتبه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قصة التسبيحات هذه؟ الفقراء جاءوا عند رسول الله يا رسول الله الحين هذول أغنياء أحسن مننا. يسوون نفس العبادة اللي نحن نسويها. في النهاية عندهم فلوس ويصدقون يعني صاروا أحسن مننا. كيف نسوي يا رسول الله؟ نحن ما نبغى أحد يسبقنا. يا ليت تصدق ما عندنا فلوس. فقال لهم هذا. دبر كل صلاة 33 تمام؟ هذه الرواية، ورواية ثانية 33 ايش؟ 34 فيكون كم بمجموع؟ 100 تمام؟ ايوه في رواية أخرى انتبه في رواية أخرى 10 10 10 في رواية أخرى 11 11 11 تمام؟ فلذلك إذا أنت مستعجل خلاص نجيب أي شيء الله أكبر تمام؟ أولا سبحان الله أكبر سبحان الله الحمد لله إيش؟ الله الله طيب هذه رواية هذه رواية هذه رواية في رواية أخرى يعني شو كيف؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ماذا بقي لكي يكون باقيا صالحا؟ لا إله إلا الله. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم 25 25 25 و25 إيه؟ هذه لا إله إلا الله. تمام؟ لكن هذه لم يعملوا بها. تمام؟ العلماء عملوا فقط بإيه؟ أظن أن سند الحديث لم يكن قويا. واحد من الصحابة يعني ظهر رؤيا وأخبر رسول الله يعني لو نأتي بالتهليل فيكون 25 25 25 علموا من هذه التسبيحات أنت تأتي بها خصوصا إذا كان الوقت عندك واسع تمام أنت مستعجل فإذا كنت مستعجل تأتي بها في الطريق تمام أيوة هذه التسبيحات تمام المياه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في من السنة أنت انوي العمل بها حتى لو أن يفرض أنك أنت الآن والله هذه السنة أنا لا أعمل بها، هذا خطأ أنك تعمل بها، حتى لو لم تعمل بها الآن سيأتي يوم تعمل بها، سيأتي يوم تكون في وقت فراغ، سيأتي يوم رمضان، سيأتي يوم أنت معتكف في المسجد، سيأتي يوم، فالحمد لله العلم أولا ثم العمل. أولا اعلم لكي تعمل، فهمت؟ اعلم اعلم أنه هذه سنة، هذه سنة وهذه سنة. وهذه رواية ها؟ طيب هذه تسبيحات التسبيحات سهلة الإنسان يتعود عليها بس ما يعني مشايخنا ينكرون على الذي يسبح بدون ماذا؟ بدون تدبر. ايش؟ لابد تسمع نفسك. أي أمر بثلاثة بثلاثة ثلاثة 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 أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة ثلاثين ثلاثة ثلاثين هذه أربعة ثلاثين أظن في النوم في الصلاة ثلاثة ثلاثين تمام؟ ف مستعجل او تاتي مثلا بعشر عشر عشر هو الله الله عبره بالتدبر وبعلوم القلب تمام قليل متقن احسن من كثير هكذا طيب انظروا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ياتي تمام المياه ان من قال ذلك غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر زبد البحر اعلى البحر في زبد البول كبير يعني حتى لو كانت خطايا مثل زبد البحر فانه يغفر. طيب استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله شو كيف بدون العظيم. وفي بعض الروايات في لفظ العظيم. تمام؟ في الحديث غفر له وان كان فر من الزحف، ايش معنى فر من الزحف؟ هذا من الكبائر، الانسان اذا قام المشركين بالجهاز انه يهرب. لو فر من الزحف هذا من الكبائر. فلو كان هو عمل هذه الكبيره واتى بهذا الاستغفار فانه يغفر.
هذا الاستغفار عدة روايات، في رواية قبل الصلاة، في رواية بعد الفجر والعصر، في رواية بعد الفجر والمغرب، في رواية مرة، في وراء رواية كم؟ على عود الإنسان يستغفر، عمل السلف الصالح يتوب به ثلاثة بعد كل صلاة. طيب، بعد صلاتي الصبح والمغرب بعد السلام وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم، يعني نفس الطريقة صلي وتواصل قبل أن تتكلم، قبل أن تقوم، قبل أن تتحرك، تأتي بهذه 10 مرات.